تعالوا نتكلم شوية على المكاسب السياحية. يمكن احنا بنتكلم على انه سوف يزيد بإذن الله مع إتمام واستكمال المشروع يزيد عدد السائحين المصريين زيادة على اللي موجود حوالي 8 مليون سائح. لجنة السياحة الحقيقة عددت من مكاسب السياحة المصرية من مشروع تطوير رأس الحكمة، هذا المشروع الضخم والتاريخي. معانا على التليفون سيادة النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب. أهلا 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 سيادة النائب. مساء الخير يا يوسف بيز، عامل ايه يا فندم؟ ايه الاخبار؟ الساده المشاهدين الحمد لله كله كويس. صوت حضرتك بيضحك. طبعا طبعا، يعني انا عايز ابتدي معاك الحقيقه من اول المؤتمر الصحفي اللي قام بيه دوله رئيس الوزراء. الحقيقه كان يوم جميل. صحيح. كان يوم منظم، تنظيم رائع، الجميع قاعد منبهر من البرزنتيشن بتاعت دكتور مصطفى مدبولي، كانت رايت تو ذا بوينت في الصميم، شرح وافي جدا بدون اطاله. ولذلك حتى لو احنا لاحظنا ان الساده الصحفيين كانت اسئلتهم تم الرد عليها على طول بايجاز. صحيح. بوضوح. لا كان يوم جميل جدا وكنا سعداء، لان احنا الحقيقه سمعنا ارقام غير اللي احنا كنا متوقعينها الحقيقه، اكبر يعني بكثير من اللي كنا بنتصوره طبعا. فاحنا لو جينا قسمنا الموضوع ده الارقام، الاول الارقام طبعا مجديه جدا، الارقام جيده جدا. الصفقه 35 مليار ده شيء رائع، استثمار مباشر عمره ما حصل في مصر قبل كده. كمان بيخلينا نخلص من اللايبيليتي او من الالتزام اللي علينا بوديعه ب 11 مليار بتتشال من مسؤوليه مصر او صحيح. ديون مصر ده من الدين الخارجي جداً. بيتم تحويلهم لجنيه مصري مباشرة، يتم ضخهم في إنشاءات هذا المشروع. الحقيقة لا، تجديد دم للاقتصاد المصري وحاجة كويسة جدا. أتمنى أن الدولة تستغل الكلام ده للحصول على الجائزة الكبرى بالنسبة لي أنا، هي تحويلات المصريين في الخارج. حلو. أن يحدث الشيء الأيام اللي جاية دي بحيث أن تحويلات المصريين في الخارج ترجع تنتظم كما كانت قبل كده، يبقى انا بضمن كمان حوالي 30-35 مليار سنويا. ده هيبقى شيء جيد جدا، بالاضافه طبعا ان مشروع زي كده هيشجع الكثير والكثير للاستثمار في مصر. الحقيقه يعني مصر فيها بوتنشال، فيها مقاومات جباره جدا، زي ما قال معالي الامين اللي كان مع حضرتك على التليفون، انا كنت سامعه الحقيقه، مهندس جمال جروان، البنيه التحتيه. البنية التحتية، القطر السريع، الطرق اللي هي 10 حارات، الكلام ده كله. بالإضافة بقى للنقطة الأهم، إن هذه الطرق مؤمنة، إن هذه الطرق ما عليهاش خطورة، إن هذه الطرق ما عليهاش مشاكل زي اللي كنا بنسمع عنها في مصر. صحيح دمان. صحيح. أنت فاهم، حد يطلع لك من هنا ولا حد يجي لك من هنا ولا الكلام ده، الكلام ده كله اتقضى عليه من خلال القيادة السياسية في السنين اللي فاتت، ودي حقيقي دي البنية الأساسية للسياحة. ما تم من قضاء على الارهاب وعلى العجاله اللي كانت موجوده في الشوارع في العشر سنين اللي فاتوا او الخمسة سنه اللي فاتوا، الحقيقه دي مهمه جدا، اهميتها زي الطرق وزي القطارات وزي الفنادق وزي الكلام ده. طيب ده يخليني اسال يا سياده النائب على انه احنا طالما كنا نحلم بانه يتم استغلال واستثمار الساحل الشمالي الغربي عندنا لاطول فتره ممكنه، مش شهرين ونص ولا الثلاث اشهر المشهورين بتوع الصيف. هذا الاتفاق او هذا المشروع على ما يبدو ومن كلام الدكتور مصطفى مدبولي ان احنا بنتكلم على استثمار سياحي على مدار العام. شوف طبعا هيبقى على مدار العام، لان انت بتعمل مدينه متكامله. مدينه متكامله بها مناطق مال واعمال، بها بنوك، بها شركات، بها استثمارات مختلفه، فيها صناعه، فيها زراعه، فطبعا ده هيؤدي الى تشغيل المدينه على مدار السنه. حلو. لكن سياحيا طبعا انا اتوقع واتمنى ان السياحه لو بدات من 2 و 3 اكتوبر ده يبقى شيء كافي جدا. انت عندك دول عظمى في السياحه بتعمل بال 40 وال 50 مليون سائح لمجرد انها تشتغل 3 شهور في السنه. وهنا مثلا لو افترضنا ان احنا مثلا جبنا، احنا ما عندناش ديزني في مصر ولا في الشرق الاوسط، لو جبنا ديزني في الحاله دي طبعاً. انا ضمنت الفتره بتاعت ركود يورو ديزني بسبب الصقيع هتبقى نشيطه عندي انا في افرو ديزني اذا عملنا كده. يعني
اي مشروع على غرار ديزني ده هيبقى اسمه ترافيك بولر، ده اللي بيجذب الناس، وده المين هاب اللي بيجيب لك ناس على مدار السنه. بس انت النهارده المنطقه بتاعت الساحل الشمالي دي ساحره لدرجه ان هي هتبقى منافس جيد جدا لجنوب اوروبا والتركية والتونس لجميع البلاد اللي على البحر المتوسط. صحيح. فانا اتمنى ان المشروع ده يحتوي على 10,000 غرفه فندقيه على الاقل. حلو. حتى يعني الرقم يبقى ماشي مع اللي قاله معالي الدكتور مصطفى مدبولي، هم ال 10,000 غرفه على الست شهور يعملوا لك ال 8 مليون سايح تقريبا، يعني حسبه بسيطه كده بالتقريب. فطبعا اتمنى ان ده يكون موجود، فانت كده بتضمن استدامه للمدينه بصفه عامه، وبتضمن استدامه للسياحه طبعا. والتشغيل زي ما انت عارف بقى قبل في مرحله الانشاء دي، انا النهارده يوجلي، بص يا يوسف بيه، يوجلي الارض او عامه الارض بتبقى في حدود تكلفتها في حدود 20% من المشروع. فالنهارده لو الرقم دوت بيتقال يبقى فعلا الاستثمارات لن تقل عن 150 مليار صحيح دولار، لان هي نسبه وتناسب، والارض معروف نسبتها في تكلفه المشاريع اللي زي كده بتبقى دي ما بتزيدش عن 15% كده من الارض، او 20% على الاكثر يعني. فطبعا المشروع هيبقى فيه تشغيل خلال فتره الانشاءات، وخلال فتره الانشاءات دي كلها هتتم باموال جايه من الخارج، فبالتالي ده دفع قوي للاحتياطي النقدي، وبعد كده تشغيل جميع، ما فيش حد في مصر مش هيبقى شغال على فكره في المجال ده، القطاع جميع القطاعات اللي موجوده في مصر الانتاجيه والصناعيه الى اخره هتبقى موجوده وقت الانشاءات، وهتبقى موجوده بعد الانشاءات ايضا. صحيح 100%. انا بشكرك جدا جدا سياده النائب احمد الطيبي وكيل لجنه السياحه والطيران المدني بمجلس النواب.